السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم معاكم عن المؤتمر اللي اعلنت عن ابل. المؤتمر القادم راح يكون في ديسمبر 2، اللي هو بيكون تقريبا بعد اسبوعين. المؤتمر هذا لا تتوقعون فيه اي شيء جديد، وراح يكون المطورين في ابل كانت تسوي ذي الحركه من زمان، وكانت تسويها برضو انها تجمع كذا مطور وتعطيهم فلوس، افضل العاب افضل برامج، فمن كل برنامج نوع تشوف افضل شيء وتعطيهم فلوس تشجيع للمطورين. طبعا ابل راح تتكلم مع المطورين يمكن عن الاشياء الجديده اللي تبي تسويها وتبي تدفع للمطورين، تعطيهم شوي دافع عشان ينجزون اكثر. يمكن تتكلم عن البرامج برضو، كيف تحويل البرامج اللي تكلمت عنها من قبل من الاي او اس للماك والاشياء ذي كلها. فلا تتوقعون من اي شيء جديد راح ينزل فيه ايباد ولا شيء، لا. ف هذا هو كل المؤتمر. طبعا ننتظر اشياء جديده من ابل برضو، ننتظر الكيس، طلع تسريبات الكيس في السوفتير حق ابل الاي او اس 13 يوم فتحوه. بعض المطورين شافوا انه في كيس جديد اللي هو الباتري كيس اللي كان موجود حق الايفون 10 اس والاجهزه القديمه. ننتظر ذا الكيس، ننتظر التاج برضو حق ابل، فما اتوقع ان يتكلمون عنه في المؤتمر. يمكن ينزلون كذا فجاه، واتمنى يمكن ينزلونها يعني نهايه الشهر هذا وقبل عشان الاعياد، نزلها بذي الوقت علشان خلاص العياد الأجانب هنا يشترونه كهدايا، فهذا الوقت المناسب ما تنزلها في جون، الكل راح يكون مفلس بعد الهدايا في الأعياد. فهذا اللي ننتظره. ننتظر برضو الماك برو، فكذا تسكر كل شيء، كل شيء برو يكون عندها. فهي تكلمت إنه راح ينزل في نهاية 2019، باقي شهر وأسبوعين تقريبا على نهاية 2019. ما أدري متى بتنزل، يمكن اخر يوم في ديسمبر راح تقول 2019. هذه الاشياء كلها. التاج ما ادري متى بتنزله برضو، ف مع ان احنا خلاص يعتبر شفنا التاج شفنا كل شيء، لكن ما ادري ليش متاخر الى الان ما نزلت التاج. الدائره تقريبا اللي بتنزلها كانت ابر. المهم ان الشكل ده انك تحطه مثلا مع المفاتيح، تحطه مع اي شيء عشان تشوف جهازك اذا ضاع اللي معلق فيه. ننتظر في الشيء ونشوف متى بتنزله. فكل شيء خلصنا كذا. ماك برو بينزل، ماك بوك برو نزل، شو اللي باقي؟ ايفون برو نزل، شو اللي عندهم برضه برو؟ كل شيء عندهم برو، باقي بس ابل واتش برو ينزلون، الايربودز برو نزل، فكل شيء برو عند ابل خلاص نزل، ما بقى شيء، باقي ابل واتش برو بس يسوون وخلاص. بس فهذا الفيديو، هذا بس اللي حبيت اقول لكم. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني. ولا تنسون فضل دعاكم والتصوير من الايفون الى ال 11 برو ماكس النسخة التجريبية الثانية اللي هو 13.3، والتسجيل برضو من المايك اللي حاطه انا. قلت اغير صج انا في البيت، فقلت ما اسجل بالكاميرا، اسجل لكم جهاز ونشوف تغيير بس الخفيف. فاكتبوا لي تحت التعليقات اذا الصوت عدل ولا لا، والسلام عليكم.